مش العصاية. بيان رئاسة الجمهورية يقول: تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من نظيره رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون، تطرق من خلالها إلى العلاقات الثنائية ومسائل ذات بعد جهوي ودولي. وقد عبر السيد الرئيس خلال هذه المكالمة عن بالغ قلقه إزاء تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة لا سيما في غزة، كما تطرق الرئيسان إلى الآفاق الاقتصادية المشتركة التي تعود بالمنفعة على البلدين، ولا سيما الفلاحة، الطاقة والأطربة النادرة وصناعة السكك الحديدية. هذه مليحة. وفي الأخير اتفق الرئيسان على الزيارة الرسمية التي سيؤديها السيد رئيس الجمهورية إلى فرنسا، والتي ستكون مع نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر على أن يحدد تاريخها الرسمي لاحقا. أوكي، مليحة مليحة زينة، ياسر ياسر ياسر. أولا خلوني نشوف أنا وش عجبتني بصراحة وراي رئاسة الجمهورية. أنا وش عجبتني زوج نقاط. أولا كما تطرق الرئيسان إلى الآفاق الاقتصادية المشتركة التي تعود بالمنفعة للبلدين وسيما الفلاحة، الطاقة والأطربة النادرة. الأطربة النادرة هذه ما فهمتهاش، والله ما فهمتها، فهموني. نحب ندقق، أنا نحب ندقق. لا سيما الفلاحة. أوكي فهمنا الفلاحة وشن هي، بيننا وبين فرنسا وشن هي. احنا نصدروا لهم، مالاش نصدروا، نستوردوا من فرنسا فلاحه، نستوردوا شويه بقر ولحوم، نستوردوا الاسمده والمبيدات. اوكي كاين تعاون فلاحي. طاقه معروفه، يدوا علينا في الغاز والبترول، اتفاقيات معروفه. الاتربه النادره هذه، الاتربه النادره، نعرف الطيور النادره، نعرف الاسماك النادره، نعرف مش عارف انا الحشرات النادره، حاجه يعني قليله. اتربه نادره هذه ما مش عارف انا، فهموني كش واحد يفهمني. لا اتربه نادره وش يعني اتربه؟ يعني عندنا احنا تراب نادر نصدروه لفرنسا، اول مره اسمع باللي احنا نصدروه من التراب. اتربه ولا شنو؟ ولا خايق راني قريتها، والاتربه اتربه يعني التراب. اتربه نادره، الأتربة النادرة، ما فهمتهاش. ماذا بيا تفهموني، هل نستورد التراب احنا من فرنسا؟ خاطش كي تقولي الأسمدة، أوكي متفقين، الأسمدة أوكي نستوردو احنا الأسمدة من إيطاليا، من فرنسا، من إسبانيا، من أسمدة الفلاحة نستوردو، الدوان تاع العرض نستوردو. لكن الأتربة أنا لا أعتقد ولم أسمع في حياتي أن الجزائر تستورد أتربة من فرنسا، ولم أسمع أن فرنسا تستورد أتربة تراب من الجزائر. هذه تاع الأتربة حابنا فهمها. وصناعة السكك الحديدية، أوكي السكك الحديدية احنا نستفادوا من فرنسا الخبرة نتاعهم في السكك الحديدية. نعم، وعندنا مثلا اللي يسموه المترو، مترو كذا كذا، نتعاونوا معاهم أوكي، لأنه عندهم تكنولوجيا أكثر وعندهم يعني الآلات نستوردهم من عندهم، أوكي مقبولة. في الأخير اتفق الرئيسان على الزيارة الرسمية التي سيؤديها السيد رئيس الجمهورية إلى فرنسا. إيه وقتاش؟ والتي ستكون مع نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر. يعني الرئيس تبون اتفق مع ماكرو أنه سيزور فرنسا مع نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر. وش معناتها؟ تبون يروح لفرنسا سبتمبر أكتوبر، يعني أكتوبر نقول نهاية سبتمبر بأكتوبر، يعني يروح كرئيس جمهورية أو كمرشح رئاسي. إذا كان يروح كرئيس جمهورية مش منطقي، لأنه يكون في حملة انتخابية. إذا ترشح الانتخابات الرئاسية، لأنه انتخابات رئاسية في ديسمبر 2024، يعني يروح في أكتوبر شهرين قبل الانتخابات
مش منطقي. إلى يروح كرئيس جمهورية مش منطقي. الناس في عرس هو يروح كرئيس جمهورية، أعتقد أنه من جانب أخلاقي سياسي، من جانب موضوعي منطقي ما يروحش. إذا يروح كرئيس جمهورية غير مرشح رئاسي أوكي مقبول. إذا لم يترشح للرئاسيات ويروح كرئيس جمهورية غير مترشح، هنا مقبولة، يقدر يروح لأنه يحق له أن يقوم بزيارة حتى أخلاقية سياسية كذا كذا مسموح. قال ماشي راح يترشح، لا تدخل في إطار حملة انتخابية. أما أن يقوم بالزيارة شهرين قبل الانتخابات الرئاسية، هذه تدخل في إطار الحملة الانتخابية. أنت راح تدير حملة انتخابية، وبالتالي أمر غير منطقي، يسيء لك كرئيس جمهورية أكثر من يسيء لخصومك أو للدولة. لأنه خصومك اللي متنافسين معاك راح يستنكروا وراح يرفضوا. قال سي محمد تستعمل طائرة رئاسية والحرس الرئاسي والسفارة الجزائرية والقنصلية والأمن والدنيا وكذا وكذا وانت كمترشح، مش منطقي. ومن حقهم منافسين، من حقهم يقول لك يا سي محمد ترك مترشح الرئاسيات، تستعمل الطيارة وتستعمل ماتريال تاع الدولة، تروح تزور فرنسا، مش منطقي ومش مليح عليك، إساءة ليك. إذا كان ماكش معول تترشح وتروح، من حقك تقدر تروح حتى لو 15 ديسمبر، تروح لو 15 ديسمبر 15 يوم او 10 ايام او اسبوع قبل الانتخابات الرئاسية، تروح تزور امريكا فرنسا كذا، من حقك لانك ماكش راح تترشح. ما هي لا حملة انتخابية ولا استغلال امكانيات الدولة ولا اي شيء، عادي جدا. اذا هذه الجملة هذه نتاع سيزور فرنسا نهاية سبتمبر بداية اكتوبر، انا بالنسبة لي يا اما خطأ مطبعي يجب تصحيحه وهذا الشيء ضروري، او خطأ متعمد تنتظرون ردة فعل الطبقة السياسية والاعلاميين والكعراريين، وهو بن زديرة قالها لكم بلي هذا امر غير مقبول وغير منطقي. وش راه يقول هذا؟ ما جواب غير منطقي هذا. قالك الأطربة النادرة هي التي تحوي أو تحتوي على مواد نادرة تستعمل في الصناعات التكنولوجية الحديثة. ما سمعناش بهذه جامي، ما مش منطقي، جواب غير منطقي، ما قال عليه. قلت زيارة الرئيس تبون إلى فرنسا بداية أكتوبر زيارة غير منطقية، غير موضوعية، غير سياسية، وتسيء للرئيس تبون المترشح لعهدة ثانية إذا كان ينوي الترشح. أنا نقول إذا كان ينوي الترشح الزيارة غير منطقية. إذا لم يكن لديه رغبة في الترشح زيارة عادية. إذا ألغيت الانتخابات نهائيا، ما كانش انتخابات، زيارة عادية. إذن هذه النقطة أنا بالنسبة لي نقطة أساسية ومهمة، لأنه هذه كلمة الزيارة تكون نهاية سبتمبر بداية أكتوبر في بالي إذا كانت متعمدة فهمونا وعلاش. إذا كانت خطأ مطبعي برك غلطة كنتو قصدكم باللي للمجاملة راني نزور هو مش راح يزور، أوكي، لأنه أنا أستبعد زيارة الرئيس تبون إلى فرنسا، أستبعد. إذا ما قامش بالزيارة بعد رمضان مباشرة قبل جوان، أنا عندي مدة وأنا أقول لكم باللي شهر جوان نهضروا انتخابات، شهر جوان نهضروا على مستقبل الجزائر السياسي. من الآن إلى شهر جوان الأمور نظن مكالمة ضرورية، دقيقة برك. قلت أنه
الزيارة إذا لم تقرر قبل جوان القادم، قبل جوان 24، بعد جوان غير مقبولة، غير مقبولة من الناحية السياسية ومن الناحية المنطقية، غير مقبولة. يروح في جويليا عيب، 14 جويليا واحتفالات جويليا في فرنسا وكذا وكذا وكذا، يروح في اوت عطلة، الناس كل معطلة، راه هو معطل والدولة معطلة وتبوا الاخر ماكرون معطل، الناس قعد عطلة. يروح سبتمبر بداية الدخول الاجتماعي في الجزائر وفي فرنسا مش مقبول، نهاية سبتمبر بداية اكتوبر غير مقبولة سياسيا، غير مقبولة سياسيا. اذا الزيارة اذا لم تكن قبل جوان فهي زيارة ألغيت، يعني ملغات، زيارة ملغات بشكل طبيعي ومنطقي وهيدروكربوني. أوكي؟ إذن هذه الزيارة مش راح تكون.